الاسم السيد محمد باقر زيد الحسيني، العمر 13 سنة، محافظة بغداد. اللي شجعني هو والدي. جيت حتى أحصل قبول من الإمام الحسين عليه السلام. تأثرت برواديد القدماء حمزة الزغير وبالرواديد الجدد باسم الكربلائي، وحبيت أن أكون مثلهم في خدمة الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله راح تكون المسابقة سهلة والتوفيق من الإمام الحسين عليه السلام. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. الله صل على محمد وآل محمد. الثالثة لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بأعلى أعلى أصواتكم. أحسن. الله صل على محمد وآل محمد. الاسم محمد باقر زيد، العمر 13 سنة، محافظة بغداد. سنت. ما شاء الله تبارك ولعبي اخوي اللي رسول الله عافية عليك. السيدة زينب عليها السلام تقول اخوي اللي رسول الله ولعبي طاح طاح وحرق وخيمنا ما شاء الله والعبي صحي يا علي يا علي ولعبي ومثل حسين اريد يصير بي سمن جوابك اي ومثل حسين اريد يصير بي اشعر بعد الشريخي ما شاء الله ما شاء الله تبارك لسان حال السيدة زينب عليه السلام عند مرأة هلال شارع محرم الحرام الشيخ الشاعر وسام الشويلي يقول شي يقول يا هلال لا تخلي بوجه زينب طلعتك يا هلال جروحه هواية وتهيج بشوفتك يا هلال لا تخلي بوجه زينب طلعتك يا هلال جروحه هواية وتهيج بشوفتك غطي وجهك حتى زينب ما تشوف نحر مقطوع وخدر فاق الشفوف غطي وجهك حتى زينب ما تشوف نحر مقطوع وخدر فاق الشفوف يا هلال يا هلال أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. يا هلال لا تخلي بوجه زينب طلعتك يا هلال جروحه هواية وتهيج بشوفتك يا هلال لا تخلي
نحر مقطوعي وخدير
أحسنت. أحسنت يا سيدي. أحسنت. سيدنا العزيز تقبل الله أعمالك. طيب الله أنفاسك مولاي العزيز. جميل لهذه الحلقة المباركة. أرحب أجمل ترحيب بلجنة التحكيم وأحسن الله لكم العزاء جميعا أيها الأحبة، وأبدأ مع خادم الحسين محمد الحجيرات حكم هذه المسابقة. حياكم الله مولاي محمد وأهلا ومرحبا بك. حياكم الله جميعا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم مجددا بمصاب أبي عبد الله الحسين، روحي فداه. وأحسنت يا سيد محمد، أنت سيد مو؟ سيد محمد بارك الله بك، طيب الله أنفاسك، أمتعتنا بهذا الأداء الجميل والصوت الحنين، بارك الله بك. مستعد؟ خوش استعداد كان، الله يبارك فيك. يعني أنت شفت التفاعل اللي وياك، وهذا دليل على أداء متزن خطف يعني قلوب المستمعين واللي قاعدين ويانا، الأساتذة، الجمهور، الجميع. يا سيد كنت متزن في أدائك، أو خلينا نقول متزن في اختياراتك. الأداء متزن، ولكن ما أفقد هذا الاتزان شيء صغير، وهو الزائد كالناقص يا سيدنا. نعم. العرب الزائدة تخرب هذا الجمال اللي أنت به. نعم. أنت جاي تقرأ حلو. نعم. ومن تفكر تسوي شيء زايد شوية يعني يروح انتباهنا من هذا الجمال اللي جاي تسويه. نعم. فهو نحتاج تقليل من هاي العرب والشهجه اللي جاي تسويها بصوتك الجميل. جاء. فقط يحتاج أن يكون عندنا دراية وذوق يمتن استخدم ذني الأشياء الحلوة. هذا سلاح، سلاح في جيبك سيد، لا تستخدمه دائما. نعم. هذا كارت رابح، مو دائما تطلعه حتى لا يروح جماله. نعم. أنا هاي الملاحظة الفنية الكبيرة اللي أشوفها بيك. نعم. لأن شيء جميل فلا يروح من عندك. نعم. خليه عزيز سيد. نعم. خلي هذا الموضوع عزيز عندك حتى لا يروح. أنا فقط هاي الملاحظة اللي أشوفها عندك، ما شاء الله الاختيار والنغم اللي مختارة، يعني عادة هاي الأعمار ملاتنا ملالينا الأعزاء الأعمار هاي متى ما تقرأ هيك ألوان، يعني بداية وركوزات غنية. شلون بالله المستهل بدايته؟ يا هلال الله. اي كمل. لا تخلي بوجه زينب طلعتك. عيد لي يا بالله. يا هلا يا هلال. جميل يا سيد، جميل. هذا النغم الجميل اللي مختاره جدا مميز وغني، ويعني مساحه به ما شاء الله. طيب الله أنفاسك يا سيد، أنا لا أطيل، والتكمل إن شاء الله يم أخونا أبو بنين. أحسنت ملا محمد، أحسنت أبو مهدي، حياكم الله ملا عمار يا حبيبي، حياك الله حلقة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. يعني حقيقة يا سيدنا العزيز جعلتني حائرا بين أن أستمع إلى صوتك وأدائك الجميل أو أن أقيمك، وقفت حائراً، ولكن لابد من تبيين بعض الأمور الجميلة في صوتك. ليش صوتك حلو؟ ليش هذا صوت حلو؟ ليش هذا صوت مو حلو؟ مواطن القوة في صوتك. إحنا متفقين أن صوتك يمتلك أغلب خصائص الجمال، ونعرف خصائص الجمال 1 2 3 المرونة الكذا، خصائص الجمال صوتك يمتلكها. الجميل في أدائك أيضاً وفي صوتك، كنت تمعن في المنطقة الصوتية لا تكاد تخرج منها حتى تشبعها. يعني شلون عندنا قرار وسط جواب، أنت من بديت بالوسط خليتنا نستذوق طبقة الوسط
خليتنا نشبع من طبقة الوسط، انتقلت إلى طبقة الجواف في صوتك، وهذا ما يميز صوتك، أن صوتك ذو نبرات قوية وصوتك عالي. هاي طبعا تزيد في 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 حصة أدائك الإبداعي حقيقة. النقطة المهمة أيضا المتميزة في صوتك أنك تمتلك طاقة تنفسية قمت باستعراضها للجنة من أول دخولك في النص، طاقة تنفسية كبيرة جدا، وهذه إيجابية تحسب لك. هذا التصرف اللي المد الطويل أوضحت فيه طاقتك التنفسية الجيدة، وهذه تحسب لك نقطة إيجابية أيضا. لديك ضعف في منطقة القرار، تحتاج إلى أن تستخدم هذه المنطقة أكثر. بعد النقطة المهمة اللي أريد أوصل لها هو أنك تمتلك حضور في مجالس اللي في عمرك وفي مجالس الكبار. شلون؟ تدري أنت أكو فارق طبقة بين أصواتكم وأصوات الرجال الكبار؟ تدري وإخوان الرواديد يدرون أنه لما يصعد طفل صغير أو شاب بقدك فتي لما يقرأ بصوته الجمهور يواجه مشكلة في الجواب، لأنه ينزل 7 درجات يلا يجاوبك، فيكون الجواب جواب خامل، جواب ضعيف. ليش؟ بسبب يعني الفارق العمري. وهذا يعني اللي يريده إن شاء الله نطلب من حج عماد ومن أصحاب المواكب أن يعملوا لنا تشكيل هيئات للأطفال اللي أعمارهم 10-15 سنة، 13 سنة، 14 سنة، حتى يكون طبقة الصوت منسجمة مع طبقة الصوت العمرية. يتفقون معي الأساتذة؟ لأنه أحياناً يعني بهالعمر هذا 10 سنوات ويقرأ في مجالس الكبار، يعني أكو فد مشكلة، أكو بون شاسع في الانسجام بين طبقات الصوت. ما يميز صوتك أنك تستطيع أن تنسجم مع الكبار ومع الصغار بدليل الجواب اللي سمعته. يحتاج إلى تدريب خاص لمنطقة القرار والوسط حتى على الأداء. ليش؟ لأنه أنت شقد تقرأ لي على هاي الدرجة العالية، شقد تقرأ لي ساعة، هم تتعب أنت وهم أني أتعب. أني كل الطام جواك أذني تتعب من هذا الجواب العالي. فيراد تتدرب تدريب خاص ومكثف على هذه القضية. شكراً لك، طولت عليكم وعلى أخوتي اللجنة، آسف جداً. شكراً أحسنتم الأعمار، أحسنتم. نعم دكتور، حياكم الله، مرحباً بك. حياك الله حبيبي أستاذ علي، وأحسنت مله وطيب الله أنفاسك، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، ولا زلنا معكم في هذا العزاء الحسيني الكبير في برنامج وجيهاً بالحسين من على شاشة قناة الكميل. الأساتذة أفاضوا علينا بكثير من المعلومات. أحسن. بس أنا تعقيباً على كلام أخي أبو بنين. نعم. إحنا في قناة الكميل وموكب وحسينية الكميل. نعم. هذه الحسينية مفتوحة لأي رادود حسيني شاب، ولجمهوره الشباب متى ما أراد إقامة مجلس فإحنا جاهزين له. عمره إن شاء الله في خدمة الحسين. أي شاب، أي رادود. جزاكم الله خير. جيب جمهور الشباب متى ما أراد، مع التصوير مع النقل المباشر، فموجود في حسينية الكميل عامر إن شاء الله. هذا لأي رادود. أحسنت. وبخدمتهم. جزاك الله خير. بارك الله بك. نريد نسمع من ملا مرتضى الحميداوي يفتتح. إيه والله والنعم أبو علي. الله يسلمك حجي. سيدنا موفق إن شاء الله، عظم الله لك الأجر. الله يسلمك يا علي. من العباين كيد شرار هذا حالي، وبين يدي آثار نار هذا حالي. ويله ويله، كل شي ما خلالي دهري بس طبيع صوت على ظهري هذا حالي، هذا حالي. قلبي بعد صغير ومضيع هلي، وصار شايب من مصايب كربلي. كنت نامي بحضن ابوي
مدللة كنت نام بحضن ابوي مدللة وهسه يسبيني سناني وحرملة ابوي ابوي هسه يسبيني سناني وحرملة مو مثل باقي الزغار هذا حالي مو مثل باقي الزغار هذا حالي خلصت عمري انتظار هذا حالي اش حصلت بسنين عمري بس اثار صوتي على ظهري هذا حالي هذا حالي والله فاسك وعلي سيدنا بالتوفيق ان شاء الله الدائم لخدمه سيد الشهداء تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا وأعزتنا مشاهدينا ومشاهدي قناة الكوميل الفضائية ومسابقة وجيها بالحسين بنسختها الثانية الخاصة بالفتيان أسأل الله تعالى أن يحفظكم وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا أبي الأحرار سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين عليه السلام نلتقي وإياكم بالمتسابق المبدع ملا سيد محمد الحسيني سيد محمد باقر السلام عليكم ملا شلون أحوالك إن شاء الله بخير موفقين إن شاء الله دوما يا حبيبي ملا راح تستمر ان شاء الله بالمحاوله حتى تكون مقبول ومتجدد دائما بالالحان والكلمات في مجال الرد الحسينيه ان شاء الله بخدمه الله دعواتنا لكم بالتوفيق يا حبيبي